مباراة تنطلق بين الزموري ورشيد مول الموتور صفر. الوين دام تعطى اليوم لا اليوم ماشي الحد ولا الحد اللي بيتعطى مال الخميس هذيك اللعبه هي هذا الرقم ولا انا كنشوف بزاف لعبه شوف الله يرحم الوالده والوالد يكفي الله يرحم الوالده والوالد يكفي روح هذا زوارين الصراحه هذوك اللي هاد الحاط لي داز دابا هو كنا بلاين في الهضره ما فرش شويه مزيان في الاخر ديالي فرجعوا فين انا نصورك اسكت شوي اوفول انت مرزاق من الناس انت يا راك طرح كان عندك خايبه صح هذه خايبه انا تفرجت عليها انا خصك تكون واحد عندي عن السبيطه يا انت اللي كتعرج شي نص السبيطه ما كيتفك شي فيه انت اللي كتعرج هو اللي كنغلب بنادم بنص السبيطه هذا حالي
عارف انت مجرد ماشي ديالنا سديانا من بقري سديانا من بقري كتصيد طيور شنو شوف كتصيد طويرات طور نص ايوه الى جاي لعب مع هذوك راه ما يجيش الدوليه كل خيور باش اه كان باكو ايوري صاحب ما تعرفوش ايه محمد راه بلا سوليه عايز ولا قال لك كان باغي يجي ميريا تقري قتلو بويزا وفارد كيضربو بجوج عيور لا من بيت هاي تعسل أنا على حفظ شوف تعلم في هذا شوف شاقين شاقين عندي شوف يا عايشي هنا طبقة عندي حاس بلاد هذا شاهدنا محسوب هنا هذا بدا قد يساعدني بشيء سكتنا بول سكتنا سكتنا قالوا سكت شوية قال دي هضرة الزموري لا دريس يا ربي دريس دريس زايم وتا واحد سيت سميتو دريس لو كنتي تعرفو دريس كيسوق طاكسي عرفتي هو اللي كيكون قال شي واحد كيقول وسكتنا وتا واحد ما كيهضر اصحابي خالد العروبي لا لا دري اخ وكيلعب مع خالد العروبي هو في طوطال كيلعب مع اصحابي خالد غدمش برازيل مع المغرب فات لعبه المغرب برازيل كبيره لا اسكت 23 خسرت المغرب خسر اسبانيا 2-1 يا اسبانيا ديالنا ها اسبانيا الاخرى كبيره نعم حيد لي نعم كما شايفه الضغول بيدي منا الشيء ديال الغول بيدي لا لا جبر